سي زغماتي وتهضر معاه بكل حريه. اي تريبيا اجي نتلاقى بكم انا غدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اوجه رساله خاصه الى السيد وزير العدل وحافظ الاختام والنائب العام تاع سطيف، مجلس قضاء سطيف. معالي الوزير، انا راه وقع لي تظلم، عندي ارض وراه مستولوا لي عليها جماعه وداوها، رحت للمحكمه ما عطتني حقي، وين نروح؟ رفض الدعوه لعدم التاسيس، رفض الدعوه لعدم التاسيس، سكنت عندي انا رفض الدعوه لعدم التاسيس هذه، رغم انني نملك ما يثبت الملكيه تاعي من اول وثيقه الاخر وثيقه مستخرجه من هيئه اداريه رسميه، ولكن للاسف الشديد لا ما كان حتى حق. نطلب منك سيدي الوزير انك تاخذ القضيه تاع بالاعتبار وتعطي لي حقي. انا راهم خسروني، راهم تركوني، بعت ماتريالي، بعت مالي، وراني انشارع، واليومين هذا ما زدت ما اتصلتش حتى مثقال ذره.